هو تعديل وزاري مش تغيير وزاري، لان اكتر من 15 وزير في مناصبهم زي ما هم، والمشكله مش في تغيير اشخاص، المشكله في الفكر وفي السياسه ذات نفسها بتاعت الاشخاص دي. هل هي هتتغير؟ هو نفس الوضع ونفس الفكر ونفس السياسه من 25 يناير لحد النهارده، بس ادي ما فيش اي جديد حصل لنا في مصر. والله ده احنا كل اللي نقدر نقوله ان بنرجع دوله مبارك تاني. انا مش عارف، انا عايز اعرف بس دم الشهداء اللي ماتوا راحوا فين؟ مش هينفع، طب شلناهم ليه لما هم ينفعوا؟ ده سؤال بساله لاي حد عايز يولي اي محافظ كان قديم وعايز يرجع تاني. سؤال محدد، شلناهم ليه لما هم ينفعوا؟ والله بالامانه يعني احنا اللي يهمنا اقتصاد الدوله، يبدلوا وزراء يبدلوا ما كان، بس اللي يهمنا للبلد تكون ماشيه كويسه باستقرار، ويهمنا الامن والامان في البلد، ويهمنا البلد اهم حاجه اللي تستقر على وضعها. لكن يجي واحد يمسك يقول حاجه، يجي الرئيس اللي بعده يقول اي حاجه، فاحنا اللي يهمنا البلد بس تستقر على الوضع اللي هي هتمشي فيه. الوزراء اللي موجودين في مناصبهم دي رؤيه سياسيه بحته، وكنهم تنوهم في مجالهم، دي الناس مكافحة وناس مخلصة وناس بتعمل لصالح البلد وغير معجورين، وإن شاء الله مصر تتزهر في ظل هذه الإدارة الجديدة والحديثة بأمر الله تعالى.